العسكريه ونمشي لللوبي وخاصة نمشي لمسألة البنوك وتمويل تمويل التنمية. النقاش متاعنا ماهوش هل أنه سمعة الجيش في البلاد جيدة أم لا. المؤسسة العسكرية هي أحد المفاخر القليلة اللي قعدت في الذهنية وفي البرسيبسيون تاع التوانسة، وأنا نعرفها جيدا لأني كنت لمدى عام كامل في معهد الدفاع الوطني، ونعرفها مش من قرب، نعرفها من داخلها، ونعرف خاصة إدارة الهندسة العسكرية خاطر زرتها ونعرف شنو يعمل، نعرف زادة مستويات التصنيع العسكري وإدارة الميكانيك العسكري وشيء والكفاءات الموجودة في الجيش والمؤسسة العسكرية. اللي نتحدث فيه موضوع آخر كومبليتمون، هل أنه إدارة الهندسة العسكرية هي عصا سحرية تنجم تحلك المشاريع المعطلة وإلا ليه؟ هذا فاش نحكي. جبت يوسف قال لنا فما في دول أخرى النموذج متاع المؤسسة العسكرية تدخل في مجالات واسعة، بل أصلا توصل تحتكر. موجود في مثال مش بعيد اللي هو مثال المصري طبعا. لكن هل النموذج هذايا أدى لحالة تنموية نموذجية في مصر؟ نحت الفقر وهزت مؤشرات التنمية والناتج الداخلي الخام طلع. ليه بيان سور تقييم تجربة اللي هي ما تنجمش تتقارن مع تونس على مستوى عدد الجيش، عدد الجنود، على مستوى التاريخ، على مستوى التدخل اللي هو ماذا بينا ليه؟ نحن جيشنا راهو ما يلزمكش تشبهوا بالجيش المصري، كل واحد تجربته. يعني مش معناتها راهو هذا خويا جاي تجربتهم ونحترموها وتسيتيرا. خويا نحن ما عندناش تجربه، راهو اخترنا في تونس ببورقيبيين ويوسفيين وماركسيين وكلها على بعضها. انه المؤسسه العسكريه تقعد هي نفسها، شفت هي نفسها. راهو الكلام بتاع فعلا على قارعه الطريق وما هزتوش مش كلام انشائي، هو فعلي. لا 14 جامي في تصريح تلفزي للناس طولب من ناس مرشيد عمار بانه يمسك زمام السلطه في البلاد ورفض. ورفض دراسات علميه اتعملت على الشيء هذا، فما دكتوراه اتعملت في برينستون على خصوصيه الجيش التونسي على مستوى عملي، مش بالانشائيات، بالمعطيات وبالشهادات وكذا اللي هي باش تتمثل. اللي فما ذهنيه مستقره جمهوريه سواء في فتره الاستبداد ولا فتره الديمقراطيه. دونك التشبيه راه اذا كان مش الناس تبدا تحب تهزنا ما كيب. لا انا قلت نجم يكون عنده وشفول ثينكينج بالامانه. سامحني للتدقيق، راه انا ما قلتش هذا نموذج سنحاكيه او انا مدحت النموذج المصري. دونك مش لازم نعمل احاله السياق اللي نحن فيه. يمكن للجيش، يمكن للمؤسسه العسكريه ان يكون عندها دور وطني ويمكنها طبعا، وهذا عندها ديجا. مش معناها باش نحاكيه، هو عندها مش يمكن، هو ديجا عندها، لكن عندها مقدراتها وعندها امكانياتها. انا اداره الهندسه العسكريه يهمني انا تخدم الجانب اللوجستي في المنطقه العسكريه في الجنوب مثلا. اداره الهندسه العسكريه عندها خدمها على مستوى الحدود التونسيه الجزائريه في المناطق الجبليه، عندها مهام غادي تعمل فيها. اداره الهندسه العسكريه عندها خدمه على الحدود الليبيه التونسيه في الصحاري، حتى شيء من خدمتها مش معناتها انا ما نجمش نعيط لها بشكل استثنائي في البلفدير، نجم. لكن نحب نقوله ما يلزمش يكون هذاك هو النموذج متاعي. كيما زاد مساله البنوك، تو انا ما حضرتش في النقاش وقت اللي صار على المؤسسه البنكيه، فرصه هيك شويه معناها البيان هذاك بتاع المؤسسه البنكيه الخاصه اللي للتذكير بعد ما عملته من غدوه بريسك رئيسها المديرها العام او عضو مجلس الاداره، عضو مجلس الاداره يعني، زاد صدر فيه بيا واحد يدع اخر للسجن. معناتها ماش معناتها ما عندك وين هارب، معناتها راك ما يا سيد مروان مبروك بالضبط. لكن اللوبي هذا باش نحكي على مساله البنوك بوصفها ايضا نموذج نتاع لوبيات كارتيل. خاطر شنو هي اللوبي؟ كارتيل. هو ناس تجتمع للاتفاق على احتكار مجال معين. نحن المنظومه البنكيه الخاصه نتاعنا هذا هو دورها، هذا هو دورها اساسا. هي تتفاهم تتفق على تقاسم الارباح في المجال هذاك، وذاك علاش منظومتنا البنكيه اللي ما فيهاش منافسه ما تنجمش تتطور تكنولوجيا. ومعز بالاختصاص ونجم يحكي لنا على الموضوع هذا كيفاش التكنولوجيا في المنظومه البنكيه مش قاعده تتطور في تونس لانه ما فيهاش منافسه، وانه اي حاجه يعملها لك المره اللي فاتت حتى درا شنو اب باش يعملوها. انت لازم تخلص الاب، ما انت فاش قاعد تستثمر؟ المواطن لازم يخلص الاب اللي هو عمله في انتي مالا جنوة الربح متاعك، ما كنت تستثمر فكر جانب التكنولوجيا باش تجذب الكليون. اما كي يبدو الكليون حاصلين ومقسومين ما يهمكش في التطور التكنولوجي. ايبا شنو انت كي تلقى مؤسسة عندها 200 مليون دينار في العام بروفي ارباح، جي تقول لك بعد الضغط وعيت الرئيس الجمعية المهنية البنكية، قل واي بيان واق
استجابة واتساقا وكذا. شنو كيفاش نساهموا في حلين المشاكل في البلاد؟ باش نصرفوا على دار ثقافة ابن خلدون وعلى المسرح البلدي بكذا، وبعض الشركات الأهلية المسرح البلدي في البلفدير، وبعض الشركات الأهلية تنشوفوا وضعيتها، نعملوا لها تيامين بلوس زيرو وتنشوفوا زادة مش معناتها دوسيات وما نعرفوش قداش اللي ندو كريدي أصلا. كي نحكي على منظومة بنكية يلزمها تمول الاقتصاد، شنو عندي سي يوسف؟ عندي أنا مؤسسات صغرى ومتوسطة غارقة في الديون ما تنجمش تخلص شيكاتها. أخي عند شكون هي الشيكات هذيك؟ شنو تخلي مش هذا هو علاش طرحين موضوع قانون الشيكات بتونس؟ شنو هو الاساس الموضوع اللي يخلي موضوع حتى قانون الشيكات هو رئيسي في اطار حتى قانون الصفقات الصغرى المتوسطه اللي هي نورمالمون في كل النماذج التنمويه الناجحه تسوي هي ايكونومي هي اللي تحرك لك الاقتصاد هي مقصوره وبيركة عند شكون؟ اي با عند راهو في جزء منها المنظومه البنكيه هذيك لانه هي منكفئه المنظومه البنكيه هذيك على تمويل المؤسسات الصغرى المتوسطه وتبدا تعامل بالدوسي بالدوسي وتبعد بالبعيد ورد بالك وتقرا وعندك شي حاجه ناقصه نعطيك انا يعني حاجه نحب نقولها اللي اللوبي الذي استفاد من موضوع المسرح البلد ايش بك على المسرح يا طارق المسرح البلدي المسبح اللوبي اللي استفاد من هالواجهه هالفساد عندنا مشروع وطني لحظه نعطي الصرح شويه نرجع لك عندنا مشروع وطني وباش نحلوه شكون اللوبي اللي استفاد فعلا فما لوبيات في البلاد والبلاد قائمه منذ استقلالها وقبل إيه المشيره الاخرى على اقتصاد ريعي قائم على اللوبيات اي نعم يا طارق المشكله هو كيفاش نحلوا المشكل مش انا نقولوا فما لوبيات باه يا طارق شنو المشكل يجيك في الاخر بنك يبدا يجي يقول هاي سيدي هاي مسالش اخويا نربح 200 مليار ولا 300 هاني باش نعاون شويه اخويا مسالش ماكم نهار كامل تنقدوا فينا ونهار كامل تقولوا علينا كارتين نهار كامل تقولوا علينا ما نعاونوش في الشركات الصغار يا سيدي انا جينا نهار اللي جينا تقولوا لنا لا وذا ابتزاز سياسي وكذا نحن قلنا له ما تعملش دار ثقافه ابن خلدون انا تربيت فيها ونادي سينما الهوات وملي نحن الصغرى كلنا تربينا انا تو قاعد نستنى في بقيه البنوك خاطر على قريب تطلعوا لنا راهو البيانات الاخرين ان شاء الله تكون منافسه على قريب تبدا تسمع البنك الفلاني زاد في اطار هو زاد شويه مسابح للترميم اللي الفلوس اللي باش تتحط هي عندنا مسبح في بنزرتي يا يوسف تكلم في بلاستي مسبح في بنزرتي البنك البنوك يا معز اللي هذاك بقشيش هذيك الشجره اللي تخفي الغابه والغابه اللي حشتي بها هو المشاكل العميقه للمنظومه التنمويه التونسيه وخاصه المؤسسات الصغرى والمتوسطه اللي هي مخنوقه جوستومون من البنوك غاديك نجم نحرك الاقتصاد ونحرك التنميه.